المعنى العام لكن تفترق في الحقيقة والكيفية. نعم. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. لكنها أي أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنه يقتصر في إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا نحدث لله أسماء أو صفات من عندنا، نصفه بصفات لم ترد في الكتاب والسنة، أو نسميه باسم ليس في الكتاب والسنة. هذا معنى أنها توقيفية، فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من أسماء الله وصفاته أثبتناه ولا نزيد عليه من عندنا أبدا، لا يجوز هذا، لأن الله أعلم بنفسه، الله أعلم بنفسه وما يليق به، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه، ونحن لا نعلم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، فلا نقول على الله بغير علم، ونصفه بشيء لم يصف به نفسه، أو نسميه باسم لم يسمي به نفسه، هذا من الإلحاد في أسماء الله، الذي يزيد في أسماء الله شيئا ليس منها هذا ملحد في أسماء الله، وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن الإلحاد فيها زيادة الأسماء أو الصفات التي لم ترد في الكتاب والسنة، وهذا باب عظيم يجب التنبه له، لأن بعض المبتدئين في طلب العلم أحيانا يثبتون لله أشياء لم يثبتها لنفسه ولا وردت في الكتاب والسنة، فيجب عليهم التوقف والامتناع، ولا ينسبون إلى الله جل وعلا إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته أعلم الخلق به وهو محمد صلى الله عليه وسلم. حسبنا التوقف على ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. لنا على أنها توقيفية أدلة وافية، وفية يعني وافية، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. له الحياة والكلام والبصر، سمع وعلم، سمع إرادة وعلم واقتدر. لما ذكر القاعدة في أسماء الله وصفاته أراد أن يمثل بما ورد في كتاب الله سنة رسوله، لما بين القاعدة وأنها توقيفية يقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة، بين أمثلة من أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. نعم أعد. له الحياة، قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فسمى نفسه بالحي، وهذا يدل على صفة الحياة الكاملة، على أن الله له حياة وليست كحياة المخلوقين،
لأنها حياة لا بداية لها ولا نهاية، بخلاف حياة المخلوقين فإنها حياة ناقصة ولها بداية ولها نهاية. ففيه فرق بين حياة الخالق وحياة المخلوق، له الحياة سبحانه وتعالى. نعم، له الحياة والكلام له الحياة والكلام، كلام من صفاته سبحانه أنه يتكلم، كما قال تعالى حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. وكلم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، كما أثبت له النداء والمناجاة، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. المناجاة هي الصوت المرتفع، والمناجاة هي الصوت الخفي. فجمع الله لموسى عليه الصلاة والسلام بينهما المناجاة والمناداة. وجاء في الأحاديث أن الله جل وعلا كلم آدم، وجاء في القرآن أن الله كلم آدم وحواء وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ناداهما وقال ألم أقل لكما، هذا فيه إثبات الكلام والقول لله عز وجل. ويكلم عباده يوم القيامة، يكلم الناس في المحشر ويسمعون كلامه، ويكلم أهل الجنة ويتلذذون بكلامه ومناجاته لهم سبحانه وتعالى. وكلامه صفة من صفاته الفعلية، صفة من صفاته الفعلية، قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وهو لا يزال متصفا بالكلام، لا يزال متصفا بالكلام في الأزل والأبد. ويكلم إذا شاء سبحانه من يشاء من عباده في الدنيا والآخرة. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يعني ما أحد يكلمه الله من غير على سبيل الرؤية أنه يرى الله، لأن الله لا يرى في هذه الدنيا، ما رآه لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا موسى، وإنما يكلمهم من وراء حجاب، حجابه النور سبحانه وتعالى، لأن الخلق لا يطيقون رؤيته في هذه الدنيا. أما في الآخرة والجنة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها رؤيته سبحانه وتعالى، فيرونه سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما ثبت وتواتر في الأحاديث. نعم، له الحياة والكلام والبصر، والبصر كما قال سبحانه وتعالى إن الله سميع بصير، إنه هو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا، فسمى نفسه بالسميع والبصير. ويؤخذ من هذين الاسمين وصف الله بالسمع والبصر، وأنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى. قال لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
كما أخبر سبحانه وتعالى أنه سمع قول اليهود لما قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وسمع قول المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها لما ظاهر منها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فوصف نفسه بالسمع وسمى نفسه بالسميع، يسمع الأصوات كلها، يسمع السر وأخفى، لا يخفى على سمعه شيء سبحانه وتعالى. نعم. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. وله إرادة، له إرادة كما أثبت الله لنفسه ذلك أنه له إرادة وأنه يريد، فعال لما يريد. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، فالله جل وعلا يريد، له إرادة. والإرادة على نوعين: إرادة كونية، إرادة كونية يخلق بها سبحانه ويدبر بها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد فله، هذه إرادة كونية، إرادة كونية ترادفها المشيئة، ترادفها مشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله لا أعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، هذه إشاءة كونية، وهي التي ينشأ عنها، هذه إرادة كونية وهي التي ينشأ عنها الخلق والتدبير. والنوع الثاني إرادة شرعية دينية، كما قال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليخفف عنكم، وخلق الإنسان والله يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، هذه إرادة شرعية. والفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، لا بد أن تقع، فإذا أراد الله شيئا فإنه، إذا أراد الله أن يخلق شيئا أو أن يوجد شيئا أو أن يفعل شيئا فلا بد أن يقع. وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الله أراد من عباده الإيمان، أراد من عباده أن يؤمنوا إرادة شرعية، ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر، فالإرادة
الشرعية قد تقع فقد لا تقع. وكذلك الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وقد لا يحبها ولا يرضاها، مثل الكفر، كفر الكافر ومعصية العاصي، هذه أرادها الله كونا وقدرا، ولكنه لم يردها شرعا ولم يرضها دينا. فالإرادة الكونية ليس من لازمها الرضا والمحبة، فقد يريد الله كونا ما لا يرضاه ولا يحبه، مثل الكفر والمعاصي، لكنه يريدها لحكمة، يريدها لحكمة بالغة، لا يريدها عبثا. وأما الإرادة الشرعية فمن لازمها الرضا من الله، وأن الله يرضاها ويحبها، يحب من عباده أن يطيعوه، يحب من عباده أن يؤمنوا، يحب من عباده أن يفعلوا الخير. فالإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاها، وأما الإرادة الكونية فقد يحبها وقد لا يحبها، هذا الفرق بينهما. وأيضا كما ذكرنا من الفروق أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع ولا تتخلف، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. نعم. سمع إرادة وعلم واقتدر. وعلم من أسمائه أنه عليم، ومن صفاته العلم، العلم المحيط بكل شيء، العلم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء، فالله بكل شيء عليم، لا يخفى على علمه شيء سبحانه وتعالى. هذه صفة العلم. ونعم. سمع إرادة وعلم واقتدر. واقتدر القدرة، من صفاته القدرة، الله على كل شيء قدير، على كل شيء، قال على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فقدرته لا يستعصي عليها شيء، خلاف المخلوق، المخلوق عنده قدرة ولكنه يعجز، لا ما كل شيء يقدر عليه، يقدر على شيء ويعجز عن شيء، أو يعجز عن أكثر مما يقدر عليه. أما الله جل وعلا فإنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. نعم. له الحياة والكلام والبصر. سمع إرادة وعلم واقتدر. بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. نعم. القدرة تتعلق بالممكنات، تتعلق بالممكنات، وكل ممكن فالله قادر عليه. أما المستحيلات، المستحيلات هذه ليست بشيء، الله جل وعلا يقول على كل شيء قدير، والمستحيل هذا ليس بشيء، لا يدخل في قوله كل على كل شيء قدير، فقدرته تتعلق بالممكنات. أما المستحيلات فهذه ليست بشيء، فلا تدخل في قوله إن الله على كل شيء قدير. هذا معنى. أعد. بقدرة تعلقت بممكن. بممكن، شوف الأشياء الممكن، الممكن وجودها أو عدم وجودها، الله قادر على إيجادها، وهذا يدخل يشمله قوله تعالى على كل شيء، على كل شيء من الممكنات. أما المستحيلات فهذه ليست بشيء، فلا تدخل في عموم قوله إن الله على كل شيء قدير. نعم. بقدرة تعلقت بممكني
كذا إرادة فع واستبني. كذا إرادة، الإرادة أيضا تتعلق بالممكن، ما أراده الله كان، أما المستحيل فهذا ليس بشيء ولا يدخل في العموم، لا يدخل في العموم. نعم. بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فع واستبني. عي يعني من الوعي وهو تنبه، واستبن يعني تبين واعلم هذا الشيء، اعلم هذا الشيء وتيقنه. نعم. والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا. الفرق بين القدرة والعلم، قلنا القدرة تتعلق بالممكنات لا بالمستحيلات، وأما العلم فهو عام لكل شيء ما يقيد. الله جل وعلا يقول وهو بكل شيء عليم، من الممكنات والواجبات والممكنات وحتى المستحيلات. الله يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، ولهذا قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. رجوعهم إلى الدنيا هذا مستحيل، رجوع الأموات إلى الدنيا ليستدركوا ما فات ويعملوا من جديد هذا مستحيل. الله أن هذا المستحيل لو وقع وردوا إلى الدنيا أنهم لا يؤمنون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله أنهم لو ردوا، مع أنه مستحيل هذا، أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والشرك بالله عز وجل، وإنهم لكاذبون في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا كذب منهم، الله يعلم أنهم لو ردوا ما حصل منهم هذا الشيء. فعلمه سبحانه شامل لكل شيء من الواجبات والممكنات والمستحيلات لو وقعت. نعم. والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا. أما قوله العلم أنه تعلق بكل شيء هذا صحيح كما ذكرنا، وأما الكلام أنه تعلق بكل شيء لا. الكلام من أفعاله سبحانه وتعالى، الكلام صفة من صفات الأفعال، صفة من صفات الأفعال لا تتعلق بكل شيء، وإنما هي تابعة للمشيئة والإرادة، تابعة للمشيئة والإرادة مثل كسائر أفعاله سبحانه وتعالى، يفعلها إذا شاء، يتكلم إذا شاء سبحانه. نعم. وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. سمعه وبصره عامان لكل مسموع وكل مبصر، كل مسموع فإن الله يسمعه، وكل مبصر فإن الله جل وعلا يبصره، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما غير المسموع وغير المبصر هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. نعم. وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، يعني يتعلق بكل مسموع ويتعلق بصره بكل مبصر، لا يخفى عليه شيء. نعم. وأنما جاء مع جبريل لمحكم القرآن والتنزيل، كلامه سبحانه قديم أعني الورى أعي الورى بالنص يا عليم. دخل في القرآن لما أثبت لله الكلام العام
ذكر الكلام الخاص وهو القرآن. القرآن من أفراد كلام الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. الله ليس لكلامه حصر ولا نهاية، لا بداية له ولا نهاية، يعني جنس الكلام، جنس الكلام ليس له بداية ولا نهاية. ما زال الله يتكلم ويأمر وينهى من الأزل إلى الأبد، وهو يتكلم ويأمر وينهى إذا شاء سبحانه وتعالى، ولا يحصي كلامه شيء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كل ما في هذا الكون مما كان وما يكون كله وجد بكلام الله، بقول الله له كن فيكون. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. مثل هذه، مثل آية الكهف، مثل آية الكهف، أن كلام الله لا حصر له. فهو ما زال سبحانه يتكلم إذا شاء، وتكلم فيما مضى، ويتكلم في المستقبل، ويتكلم كل ما شاء سبحانه، وكل مخلوقاته وكل تدبيراته فهي بكلامه سبحانه وتعالى. يقول للشيء كن فيكون، ويأمر وينهى ويحلل ويحرم. ومن كلام الله عز وجل القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله منزل من الله، تكلم الله به حقيقة. وسمعه جبريل، كلمه الله جل وعلا من وحيه بما شاء، ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك على من قبله من الرسل، فإن الله يكلم جبريل من وراء حجاب، ويسمع جبريل كلامه، لأن جبريل هو أمين الوحي، ويسمع جبريل كلامه ثم ينزل به ويبلغه إلى الرسول البشري. جبريل رسول ملكي، والأنبياء رسل من البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، لا أنه مخلوق كما تقوله الجهمية. الجهمية يقولون الله لا يتكلم، ولا يجوز في حقه أن يتكلم، تعالى الله عما يقولون. وإنما كلام الله لأن الله خلقه كسائر المخلوقات، خلقه في جبريل أو خلقه في الهوى وسمعه جبريل، أو أنه خلقه في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول الجهمية. وكذلك المعتزلة، المعتزلة أخذوا بقول الجهمية وقالوا الله جل وعلا لا يتكلم ولا يليق به أن يتكلم، وإنما خلق الكلام، خلق الكلام في غيره. والأشاعرة أخذوا بعض قول الجهمية وتركوا بعضه، فأثبتوا لله الكلام النفساني، أثبتوا لله الكلام النفساني وهو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى. وأما الحروف والأصوات فهذه من قول المخلوق، عبر عنه جبريل أو حكى عنه جبريل، أو عبر عنه محمد أو حكى عنه محمد. فالمعنى
غير مخلوق، وأما اللفظ عند الأشاعرة فهو مخلوق، اللفظ مخلوق، الحروف مخلوقة، وأما المعاني فهي من الله سبحانه وتعالى، هذا عند الأشاعرة. وهذا خلط بين مذهب أهل السنة ومذهب الجهمية، لا هم صاروا مع الجهمية وقالوا القرآن مخلوق، ولا هم صاروا مع أهل السنة وقالوا القرآن منزل من عند الله لفظه ومعناه، وإنما خلطوا بين الأمرين وجعلوا القرآن بعضه من الله وبعضه من غيره، تعالى الله عما يقولون. هذا قول الجهمية وهذا قول والمعتزلة وهذا قول الأشاعرة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل كله لفظه ومعناه وحروفه كله من الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى، وسمعه منه أمين الوحي جبريل عليه السلام وبلغه إلى محمد كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، عن القرآن نزل به الروح الأمين وهو جبريل على قلبك، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، تكلم الله به باللسان العربي، فلفظه ومعناه وحروفه كله من الله سبحانه وتعالى، ليس منه شيء مخلوق كما تقوله الأشاعرة، وليس كله مخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة، بل كله ليس بمخلوق، لفظه ولا معناه ولا حروفه كله ليس بمخلوق، بل هو من الله جل وعلا. نعم. وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالمخلوق. قديم، كلمة قديم هذه فيها تفصيل كما ذكرنا فيما سبق، أن صفات الأفعال لا يقال إنها قديمة مطلقة، وإنما يقال قديمة النوع حادثة الآحاد. والقرآن ليس قديما، القرآن ليس قديما، بل هو محدث من كلام الله جل وعلا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي حادث التكلم من الله جل وعلا، فهو من أفراد كلامه التي تتجدد حسب مشيئته وإرادته. وهل يقال إن قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك أن هذا قديم؟ قد سمع الله قول التي تجادلك، سمعه متى؟ سمعه وقت الكلام، وقت المحاورة، تجادلك أنزل فيه القرآن، أنزل فيه سورة المجادلة، هذا قديم؟ سورة المجادلة يقال إنها قديمة؟ فكلام الله قديم النوع والجنس، لكنه حادث الآحاد، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فقوله قديم ليس على إطلاق. نعم. كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم. أعيى الورى يعني أعجز الورى، هذا بلا شك إن القرآن معجزة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو معجز من عدة نواحي، القرآن معجز من عدة نواحي، معجز من جهة لفظه وبلاغته، فمع كونه بلفظ عربي أعجز العرب كلهم فصحاءهم وشعراءهم وخطباءهم، أعجزهم أن يأتوا بسورة من مثله، تحداهم أن يأتوا بعشر
تحداهم أن يأتوا بالقرآن بمثل القرآن، فأتوا بمثله، تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية متى نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نزلت عليه في مكة، نزلت عليه في مكة قبل الهجرة، تحدى قريشا وهو في مكة مع شدة عداوتهم وتكذيبهم له صلى الله عليه وسلم، تحداهم الله أن يأتوا بمثله. وفي سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، تحداهم أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بسورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أخبر أنهم لن يفعلوا في المستقبل إلى يوم القيامة، باب التحدي مفتوح إلى أن تقوم الساعة. وين اللي يجيب سورة من القرآن إلى أن تقوم الساعة؟ التحدي لا يزال مفتوحا، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت، التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وفي سورة هود تحداهم أن يأتوا بعشر سور، أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تحداهم أولا أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، فعجزوا عن ذلك كله رغم كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم عنادهم عجزوا أن يأتوا بسورة، بأقصر سورة، عجزوا أن يأتوا بمثل سورة الإخلاص أو سورة الكوثر، أقصر سورة من القرآن، عجزوا أن يأتوا بمثل. فهذا دليل على أن القرآن من عند الله عز وجل وليس هو من كلام محمد. لو كان من كلام محمد أو من كلام جبريل وهو مخلوق مثلهم لما عجزوا أن يأتوا بمثله، فدل على أنه كلام الخالق وليس كلام المخلوق، لأنه لو كان كلام المخلوق وهم مخلوقون لأتوا بسورة من مثله، فهو معجزة باهرة ومعجزة قائمة إلى أن تقوم الساعة. معجزات الأنبياء تنتهي بوقتها، ولكن معجزة هذا الرسول مستمرة إلى أن تقوم الساعة، وهو معجز أيضا بمعانيه العظيمة وما يشتمل عليه من المعاني والأخبار، وأنه ما من شيء يحدث أو حادثة تحدث إلا وفي القرآن بيان حكمها، بيان حكمها، إذا أشكلت مشكلة أو نزلت نازلة ورجع العلماء، العلماء ما هم بالعوام والجهال، إذا رجع العلماء إلى القرآن وجدوا حكمها في القرآن، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لكن هذا شأن العلماء، أنهم إذا رجعوا إلى القرآن وجدوا حكما نازلا في القرآن، فهذا من إعجاز القرآن، شموله للأحكام الماضية والأحكام المتجددة والنازلة إلى أن تقوم الساعة. وما من مبطل، هذه آية يعني من الله سبحانه وتعالى، ما من مبطل يحتج على قوله الباطل من القرآن إلا والقرآن يرد عليه، ما من مبطل يريد أن يحتج على بطلان على كلامه الباطل من القرآن إلا والقرآن يرد باطله. هذه معجزة في القرآن أيضا، ولكن هذا لا يتنبه له إلا أهل العلم وأهل البصيرة. ولا يأتونك بمثل
إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومن إعجاز القرآن إخباره بالمغيبات الماضية والمستقبلة، وتقع كما أخبر، تقع كما أخبر، فهذا من إعجاز القرآن. فالقرآن معجز بلفظه ومعجز بمعناه ومعجز في أخباره ومعجز في بلاغته، فالقرآن معجز من كل وجه، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كلامه سبحانه قديم، أعيى الورى بالنص يا عليم. أعيى الورى يعني أعجز الورى، فهو معجزة. أعيى الورى يعني الخلق كلهم، حتى الجن والإنس. قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله، لا يأتون بمثله، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه آية من آيات الله عز وجل. أعيى الورى، أعيى الورى بالنص يا عليم. بالنص يعني بما ذكرنا لكم من الآيات، أن الله تحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة وعجزوا عن ذلك، فدل على أن القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، لأنه لو كان من كلام البشر لما عجزوا أن يأتوا بمثله. نعم. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. نعم، ليس في طوق الورى يعني استطاعة الخلق أن يأتوا بسورة من مثله، هذا في القرآن، فأتوا بسورة من مثله، وفي الآية الأخرى فأتوا بسورة مثله فلم يستطيعوا. والسورة تشمل أقصر سورة، لو جاءوا بمثل قل هو الله أحد أو إنا أعطيناك الكوثر أو إذا جاء نصر الله والفتح، ما استطاعوا. نعم. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. نعم. فصل. يكفي، نقف عندها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إن هذا الشهر كما تعلمون هو شهر كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يفطر، والسؤال: ما حكم صيام الخميس والجمعة حتى نهاية الشهر، وذلك لأنني طالب في الجامعة ولا أستطيع صيام أيام الدراسة للمشقة، فهل في صومي هذا حرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر الصيام من شعبان ولا يصومه كاملا، لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، لكنه كان يفطر من الصيام في شعبان، كان يصوم أكثره، فمن أراد أن يصوم منه فليصم ما تيسر له، فلا حرج عليك أن تصوم ما تيسر لك من شعبان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كل اسم من أسماء الله الحسنى يشتق منه صفة لله جل وعلا على الإطلاق أم في ذلك تفصيل؟ فأرجو الإفادة مع التمثيل. ليس في ذلك تفصيل، بل كل اسم لله عز وجل فإنه يشتق منه صفة من صفات الله، من معنى هذا الاسم، من معنى هذا الاسم. نعم. مثلا السميع يثبت صفة السمع، البصير يثبت صفة البصر، العليم يثبت صفة العلم، القدير يثبت صفة القدرة، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال بعض أهل العلم إن باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب أسمائه وصفاته، وأن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. نعم، هذه قاعدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد وذكرها غيره، إن مقام الإخبار عن الله أوسع من مقام الأسماء والصفات.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الضابط في التفريق بين الاسم والصفة لله جل وعلا؟ ضابط واضح، الاسم ما سمى به نفسه، والصفة تؤخذ من الاسم، تشتق من الاسم، كالسمع مشتق من السميع، والعلم من العليم، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الحق من أسماء الله تعالى لأنه ورد في القرآن وهو الحق المبين؟ هذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى، أخبر عن نفسه أنه هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يعني من باب الإخبار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم ما يسمونه بالإعجاز العلمي في القرآن، أو ما يسمى بالإعجاز العددي، وهل لهذا أصل؟ الإعجاز العلمي اللي يقولون الآن هذا تفسير للقرآن بغير قواعد التفسير المعروفة التي هي تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أو تفسير القرآن بأقوال التابعين، أو تفسير القرآن بقواعد اللغة التي نزل بها. هذه زيادة زادوها الآن، الإعجاز العلمي يريدون به نظريات الطب والفلك وغير ذلك، هذه تخرصات بشر تخطئ وتصيب، فلا تجعل تفسيرا للقرآن ويقال هذا مراد الله جل وعلا، ثم بعدين يقولون لا النظرية دي ما هي صحيح، ويصير تلاعب في كلام الله عز وجل. لا، النظريات ما تجعل تفسيرا للقرآن أبدا، وهذا من القول على الله بلا علم، وهي محل للنقض ومحل للإبطال، ولذلك تجدهم يثبتون اليوم شيء وباسر ينفونه، تبين لهم خلافه، لأنها نظريات بشرية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الشارع أو المشرع من أسماء الله تعالى أو من صفاته؟ يخبر عن الله بأنه شارع وأنه مشرع، وأما أنه يسمى بذلك لا، هذا لم يرد من أسمائه الشارع أو المشرع، لكن يخبر عنه بأنه هو الذي يشرع لعباده: شرع لكم من الدين ما وصى به، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيخبر عن الله بأنه يشرع وأنه شارع ومشرع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يصف خلافة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بأنها فجوة، وأن خلافة علي رضي الله عنه امتداد لخلافة الشيخين، ويقول إن الخلافة أدركت عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمور بكثير من الانحراف عن الإسلام؟ لو تركتون من مثل هذا السؤال، هذا السؤال مغرض شيعي أو متأثر بالشيعة، فلا نلتفت إليه، ولا عندنا شك في خلافة عثمان رضي الله عنه، ولا في خلافة علي رضي الله عنه، الخلفاء الأربعة ما عندنا شك في صحة خلافتهم وإجماع المسلمين على إمامتهم، فلا عندنا شك في هذا، فلا نلتفت إلى أقوال هؤلاء الشيعة أو المتأثرين بالشيعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول العامة الله ما شفناه ولكن بالعقل عرفناه، هل هذا القول صواب؟ معناه صحيح، نعم معناه صحيح، أننا آمنا بالله ولم نره، بل اعتمدنا على الأدلة التي دلتنا عليه، وهي أدلة الكون والمخلوقات، وأدلة السمع والقرآن والوحي، فنحن آمنا به من الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب اعتمادا على الأدلة والبراهين القطعية الكونية والمنزلة على الرسل. نعم. ولا أحد يرى الله في هذه الدنيا، إنما يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرأت في بعض كتب الأذكار قوله: اللهم قوي جوارحي لخدمتك،
فهل قوله لخدمتك قول صحيح؟ هذا من تعبيرات الصوفية، الخدمة تعبيرات الصوفية، عبادة لعبادتك، هذا الذي ورد به الشرع، وقال لعبادتك ما يقال لخدمتك، الله ليس بحاجة إلى الخدمة، ولا يعبر عن العبادة بأنها خدمة، بل يقال العبادة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه يجوز أن ندعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فما هو الدليل على جواز دعاء الله بصفاته؟ سبحان الله، فادعوه بها، ومن ضمن صفاته ومن ضمن أسمائه أنها تدل على صفاته، تدل على صفاته، فالذي يدعو الله بصفاته يدعو الله بأسمائه لأنها منها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سمعنا في هذه الأيام دعاية لفتح الحوار مع الأديان الأخرى والسعي في نشرها من خلال اللقاءات في الصحف وبعض المواقع في الإنترنت، السؤال: ما حكم القيام بهذه الدعوة وتشجيعها؟ هذا لا يجوز، هذا تسوية بين الدين الباطل والدين الحق، هم غرضهم أنهم يسوون بين دين الإسلام ودين النصارى ودين اليهود، ويجعلونها كلها صحيحة وكلها أديان، والإنسان بالخيار إن بغى يصير يهودي أو نصراني أو مسلم، كلها أديان متساوية عندهم، هذا الذي يريدون، وإلا دين الإسلام هو الدين الحق الآن، وهو الناسخ لما قبله، فلا دين إلا دين الإسلام، لا دين إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول، أما قبل محمد فالإسلام كل ما جاءت به الرسل عليهم السلام فهو إسلام، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به الرسول خاصة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أنت اسم من أسماء الله فيدعى ويقال يا أنت ارزقني واهدني وهكذا؟ ما قال هذا أحد من أهل العلم، عند الصوفية يقول هو 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 أو الله الله الله، هذا عند الصوفية اللفظ، بل هذا أسوأ من قول الصوفية، الصوفية من يقولون هذا ضمير، يقولون اسم ظاهر الله الله اسم ظاهر، أما أنت فهذا ضمير، ضمير مخاطب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرأت في بعض كتب المفسرين تفسير قوله تعالى وكلمه ربه، أي جرحه بأظافير الحكمة. هذا كلام الجهمية، كلم الله موسى لما جرحه تجريحا من الكلم وهو الجرح، هذا كلام الجهمية، هذا مما يضحك الناس من قولهم هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من أسماء الله تعالى الرشيد والحافظ؟ لم أسمع هذا، لا لم أسمع هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل الله يخبر عنه بأنه حافظ، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الله حفيظ عليهم، يخبر عنه بذلك. نعم. أما الاسم ما أعرف شيء من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الناظم رحمه الله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، أليس هذه الصفات هي نفس الصفات التي أثبتها الأشاعرة؟ فهل يوحي هذا؟ هذه لا أثبتها الأشاعرة، ننفيها حنا، لا أثبتوها، هذا شيء طيب، هذا حق، ما نرد الحق نحن، أثبتوها هذا حق، ولا ننفيها علشان الأشاعرة أثبتوها، هم وافقون على هذا. نعم. فيلزمهم لما أثبتوها يلزمهم أن يثبتوا بقية الصفات. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يوحي هذا بأن عقيدة الناظم عقيدة أشعرية أم شيء آخر؟ لا لا، ما يوحي إن شاء الله بهذا، لكنه ذكر تمثيل فقط، أمثلة، ما اقتصر على هذا، ما قال أنه ما له غير هذه كما تقول الأشاعرة، لكنه ذكرها على أنها أمثلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول:
هل من المؤاخذات على المؤلف رحمه الله قوله فعقدنا الإثبات يا خليلي، حيث إن عقدنا هو الإثبات والنفي وليس الإثبات فقط؟ لا، هو قصده أن عقدنا الإثبات يعني نثبت ما أثبته الله لنفسه، هذا قصده. لا تحملون كلامه ما لا يحتمل. نعم، ويتكلم عن أننا يجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، هذا امتداد لقوله أن أسماء الله توقيفية لا يثبت منها إلا ما أثبته الله له أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل الوهاب من أسماء الله؟ إنك أنت الوهاب. نعم، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نعم، من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول لو قيل في قول المؤلف أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، أي معرفة الله بأنه لا إله إلا هو وهو التوحيد، فهل هذا التوجيه صحيح؟ لا، كلامه واضح أنه يمشي على قول علماء الكلام أن الإنسان أول ما يؤمر بالنظر والاستدلال على الله ووجود الله، ثم بعد ذلك يؤمر بالعبادة، وهذا كلام عرفناكم بأنه ما هو صحيح. نعم، أول واجب على المكلف عبادة الله وحده لا شريك له، وأما معرفة الله فهذه معروفة بالفطرة، معروفة بالفطرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل المسعر من أسماء الله؟ يخبر عنه، جاء في الحديث إن الله هو المسعر القابض الباسط، هذا من باب الإخبار. نعم. ويسأل أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا قال إن الله هو المسعر، هذا من باب الإخبار. نعم. وهذا السائل أحسن الله إليكم يقول هل يصح أن يتسمى بهذه الأسماء عبد الهادي وعبد الباقي وعبد المولى وعبد الحق وعبد ربه وعبد الرب؟ ما أدري، هذه أمور تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث. إذا ثبتت أنها من أسماء الله فلا بأس بتعبيد لها، عبد الباقي عبد الهادي، تحتاج إلى بحث هل هي من أسماء الله أو لا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما معنى هذه العبارة إن الله على ما يشاء قدير؟ هذا غلط، هذا قول الأشاعرة على ما يشاء قدير، بل الله جل وعلا قال على كل شيء قدير، ولم يقل على ما يشاء إلا في آية واحدة في سورة الشورى، قال وهو على جمعهم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذا في يوم القيامة، إذا أراد الله أن يجمع أهل السماوات والأرض يوم القيامة إنه قادر على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول في قول الناظم رحمه الله وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، قلتم يا شيخ أما غير المسموع وغير المبصر فهذا ليس بشيء، السؤال فأين حديث النفس والغيب والله سبحانه يعلم كل شيء؟ حديث النفس ليس بشيء، حديث النفس ليس بشيء، وهم. نعم، انتهى. أحسن الله، خلاص يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الناظم رحمه الله أراد أن ينزه الله عن الأشياء التي لا تليق به، وهذا شيء واجب أن ينزه الله عما لا يليق به، كما نزه نفسه عن ذلك ونزهه رسوله صلى الله عليه وسلم
ونزهه المسلمون عما لا يليق به سبحانه. ولكنه في هذه الألفاظ التي ذكرها الجوهر والعرض والجسم، هذه الألفاظ إنما هي من اصطلاحات المتكلمين، من اصطلاحات المتكلمين، ولم يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يرد له ذكر في الكتاب والسنة فإنه يسكت عنه، لا يثبت ولا ينفى. ومرادهم بالجوهر الشيء المحسوس، ما يسميه الناس الآن بالماديات، والعرض هو الشيء الذي هو الشيء الذي لا يرى، لا ليس له مادة. العرض هو الشيء الذي ليس له مادة وإنما يعرض ويزول، مثل الألوان البياض والحمراء والصغرى والريح وغير ذلك الذي ليس له جسم، هذا هو العرض، الأشياء العارضة. أو بعبارة أخرى تقول الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، كالألوان بياض والحمرة والصفراء، هذه لا تقوم بنفسها إنما تقوم بغيرها، هذا هو العرض. والجسم هو الشيء المجسم، مثل جسم الإنسان، جسم الحيوان، جسم هو الشيء المجسم الذي له أعضاء وله مكونات، مركب من أشياء، هذا هو الجسم. هذا من حيث معاني هذه الألفاظ. أما أنها تنسب إلى الله أو تنفى عن الله فهذه لم يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يريدون بها نفي الصفات. المتكلمون يقولون الصفات لا تقوم إلا بالجسم، والله منزه عن الجسم، والأفعال حوادث، والحوادث لا تكون إلا بالجسم، والجسم الله يعني اصطلاحات لهم للمتكلمين. فهو رحمه الله في هذا جرى على ما جرى عليه المتكلمون، وكان ينبغي ألا يذكر هذه الأشياء لأنها لا تثبت ولا تنفي، لأنها محتملة، يراد بها حق ويراد بها باطل، محتملة. وأيضا هي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، إنما نثبت لله ما أثبته لنفسه، هذه القاعدة، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. وهذه الألفاظ لم يرد لها ذكر، فينبغي الإعراض عنها. لكنه رحمه الله قد يجري على لسانه شيء من اصطلاحات المتكلمين نظرا لأنه يقرأ في كتبهم ويأخذ بعض عباراتهم، إلا أنه لم يتنبه لها. نعم. وليس ربنا بجوهر ولا
عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. عرفنا أن هذا لا يثبت عن الله ولا ينفى ولم يرد. وأيضا يراد به حق ويراد به باطل، فلا يجوز نفيه ولا إثبات. نعم. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. هذا حق، استوى على العرش، نحن نثبت لله الاستواء على العرش كما جاء ذلك في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل، كلها بلفظ استوى على العرش. فنحن نثبت هذا لله، واستوى معناه ارتفع وعلى. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها عبارات ولهم عبارات عليها 4، يعني تفسير الاستواء، ولهم عبارات عليها 4 قد فصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني اختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. 4 معاني للاستواء: استقر، على، ارتفع، صعد، كلها بمعنى الاستواء، وهي ثابتة لله أيا ما عبرت به فهو حق. فمعنى استوى على العرش أي ارتفع أو استقر أو صعد. والاستواء على العرش من صفات الأفعال، من صفات الأفعال التي يفعلها متى ما شاء، مثل النزول إلى سماء الدنيا من صفات الأفعال، يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. ولذلك جاء ذكر الاستواء متأخرا عن خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذا صفة فعل يفعله متى شاء. أما العلو فإنه ثابت لله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، العلو صفة ذات، وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء. ولذا رتب بثم، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. فيجب الفرق بين العلو والاستواء. العلو صفة ذات لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، وأما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. ولا نعلم كيفية الاستواء، لا نعلم كيفية الاستواء. فلذلك لا نبحث في الكيفية، وإنما نبحث في المعنى فقط. أما كيف استوى على العرش هذا كسائر صفاته، لا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، سأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ شوف، ما سأله عن معنى الاستواء، سأله عن معنى الكيفية، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله وعلته الرحظة، يعني العرق، حياء من الله سبحانه وتعالى، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. أن تسألني عن الكيف، الكيف مجهول. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. الذي يسأل عن كيفية الصفات هذا مبتدع، أما الذي يسأل عن معناها هذا صحيح، وهو لم يسأل عن معنى الاستواء. ولهذا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، والكيف مجهول،
لا أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق يعرفه. فهو يسأل عن الكيفية. ثم قال: وما أراك إلا صاحب بدعة. فأمر به فأخرج، أمر به فأخرج وطرد. أنه لا يجوز السؤال عن هذه الأمور، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وسؤال فيه تنطع تكلف. ويا ليت كثيرا من المتعلمين الآن يأخذون هذه القاعدة، أنهم لا يسألون عن الكيفية ولا يدخلون في شيء، لا يدخلون في شيء من الأسئلة بحق الله جل وعلا. نحن منهيون عن الدخول فيه. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة عظيمة في جميع الصفات، ما هو الاستواء فقط، في جميع صفات الله عز وجل. فالاستواء معلوم معناه، وهو ثابت لله في 7 مواضع من القرآن كلها بلفظ استوى على العرش. لكن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين لا يثبتون الصفات، ينفون العلو والاستواء، يقولون استوى بمعنى استولى، يزيدون لام، وهذه اللام لم ترد في كتاب الله. كل الآيات استوى بدون لام، كيف جاءوا بهذه اللام؟ لزيادة من عندهم. فهم مثل اليهود، اليهود لما قيل لهم قولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة، زادوا نون، يريدون الطعام، لأن همهم بطونهم، يريدون الطعام، ما يستغفرون ويطلبون من الله المغفرة، وإنما يطلبون الطعام. حنطة، قالوا حنطة. فبدل الذين ظلموا قولا: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. لو أنهم فعلوا ما أمرهم الله به لغفر لهم. لو أنهم قالوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، ودخلوا ساجدين لله عز وجل لغفر الله لهم. لكنهم بدلوا بالقول فقالوا حنطة بدل حطة، وبدلوا بالفعل فلم يسجدوا لله، وإنما دخلوا يزحفون على أستاههم. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. كذلك هؤلاء بدلوا قولا في الاستواء غير الذي قيل لهم. قال الله استوى على العرش، قالوا هم استولى، استولى على العرش. هذه زيادة في كتاب الله. وأيضا الاستيلاء على العرش، هذا معناه أنه كان قبل غير مستولي ثم استولى عليه. وأيضا الاستيلاء ليس خاصا بالعرش، هو مستول على كل شيء، كل شيء يكون إذن لا ميزة للعرش. استولى على الأرض، استولى على السماء، استولى على الكون كله، كله في ملكه. مش ميزة العرش استولى على العرش. عرش ما له ميزة في أنه ملك لله وأنه خلق لله عز وجل، ما له ميزة فيها. وقد أبطل شيخ الإسلام هذا تفسير استوى باستولى من 20 وجه، أبطله من 20 وجه في رسالة مستقلة، وزاد عليها ابن القيم 20، فصارت 40 وجها كلها تبطل. وهذا في النونية، كلها تبطل تفسير استوى باستولاء. نعم. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف، كما ورد يعني في القرآن والسنة،
نعم. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. من غير كيف، يعني كيفية الاستواء مجهولة كما قال الإمام مالك، الكيف مجهول، وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه، أن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق. استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، لا يعلم كيفيته إلا هو. المخلوق إذا استوى على شيء فهو محتاج إليه، وهذا الشيء يحمله، كما إذا استويت على الدابة أو على السيارة أو على السطح فأنت محتاج لها لتحتك وهو يحملك. أما الله جل وعلا فهو ليس بحاجة إلى الخلق، لا إلى العرش ولا إلى غيره، بل العرش محتاج إليه، لا العرش لا يحمله سبحانه ولا يقله، وإنما العرش والمخلوقات محتاجة إليه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. المخلوقات محتاجة إلى الله، العرش وغيره، فالله ليس بحاجة إلى العرش كاستواء المخلوق على المخلوق. لكن نثبت هذا الاستواء لله كما أثبته لنفسه، ولا نكيفه من غير كيف. نعم. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. لا قبل. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. قد تعالى أن يحد، تعالى الله جل وعلا أن يحد، يعني يحاط به سبحانه، أن يحد يعني أن يحاط به وبصفاته. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله جل وعلا لا يحاط به ولا بأسمائه ولا بصفاته ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بها من غير تكييف ومن غير تحديد، من غير حد. هذا معنى قوله من غير حد، أي من غير إحاطة، من غير إحاطة بها. نعم. فلا يحيط علمنا بذاته. فلا يحيط، شوف هذا تفسير لقوله من غير حد، فلا الفاء تفسيرية، فلا. نعم. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. لا يحيط علمنا بذات الله جل وعلا كذلك لا يحيط علمنا بصفاته سبحانه وتعالى. فالصفات تابعة للذات، فكما أننا لا يحيط علمنا بذاته فإنه لا يحيط علمنا بصفاته سبحانه وتعالى، ولا يحدها لعظمته سبحانه وتعالى. لا يحيط علمنا، فلا يحيط، نعم، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. كذلك لا يحيط علمنا بصفاته ولا ينفك جل وعلا عن صفاته، يعني صفاته ملازمة له لا يخلو منها أبدا، ما يأتي وقت الله جل وعلا ليس له صفات، بل صفاته ملازمة لذاته، لا بداية لها ولا نهاية لها كذاته جل وعلا. هذا في صفات الذات. أما صفات الأفعال كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان فهذه يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، صفات أفعال، فعل في المستقبل ويفعل، فعل في الماضي ويفعل في المستقبل جل وعلا. فصفات الأفعال هذه قديمة النوع، حادثة الآحاد، يفعلها متى شاء
سبحانه وتعالى. أما صفات الذات كالسمع والبصر والوجه واليد وصفات الذات هذه ملازمة لذاته لا تنفك عنه سبحانه وتعالى أجلا ولا أبدا. أما الأفعال فإنه يفعل إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا تنفك عن صفاته. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. لا ينفك عن صفاته هذا فيه إجمال إن كان يريد صفات الذات. نعم لا ينفك عن صفاته سبحانه وتعالى لا يزال سميعا بصيرا عليما حكيما. أما صفات الأفعال فإنها يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. صفات الأفعال يفعلها إذا شاء ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا استوى ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. نعم. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. كل ما جاء في هذه القاعدة ما جاء بالدليل. أنت لا تثبت لله شيئا لم يرد به دليل في كتاب الله سنة رسوله من الأسماء والصفات والأفعال. لا تثبت لله شيئا لم يرد به دليل من الكتاب والسنة. ولهذا يقولون توقيفية هي توقيفية. ولذلك أنكرنا على الناظم قوله وليس بجوهر ولا عرض ولا لأن هذه ما وردت بالدليل خارجة عن القاعدة فنحن نفيناها واستنكرناها. فالواجب اتباع الدليل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لأنه أعلم بنفسه ورسوله أعلم الخلق به. وأما نحن فلا نقول إلا ما جاءنا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم نتبع الدليل في هذا. نعم. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. ثابت لله عز وجل كل ما جاء به دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فإنه ثابت نثبته لله نثبته لله وننفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه من المثل والشبيه والظهير والمعين والوزير ننفي عنه كل ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. نعم. فثابت من غير ما تمثيل. من غير ما تمثيل من أن نمثل الله جل وعلا نثبت الأسماء والصفات ولا نمثلها بأسماء وصفات خلقه. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نمثل ما نغلو في الإثبات ونقول هي مثل كذا مثل كذا بل نقول نثبتها ولكن نؤمن أنه لا يشبهها شيء من صفات المخلوقين. وهذا معنى قولهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. تنزيه بلا تعطيل لأن بين فرقتين ضالتين فرقة غلت في التنزيه
حتى نفوا أسماء الله وصفاته بزعمهم أنهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين، غلوا في التنزيه. التنزيه حق لكن من غير غلو. الطائفة الثانية غلت في الإثبات حتى شبهت الله بخلقه، وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تمثيل وتشبيه، ونزهوه عن مشابهة المخلوقين تشبيها بلا تعطيل. هذه قاعدة عظيمة، تنزيها بلا تعطيل. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية فيها نفي وفيها إثبات، ليس كمثله شيء، نفت المثلية وأثبتت الصفات وأثبتت الأسماء والصفات وهو السميع البصير. نعم. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه. نعم. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه. من رحمة، الله جل وعلا وصف نفسه بالرحمة، فقل ربكم ذو رحمة واسعة، رحمتي وسعت كل شيء ورحمة ربك خير مما يجمعون. وصف نفسه بالرحمة وسمى نفسه بالرحمن الرحيم، فنحن نثبت لله الرحمة كما أثبتها لنفسه، ولكن ليست كرحمة المخلوق. المخلوق يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، المخلوق يرحم والله جل وعلا يرحم، ولكن ليست رحمة المخلوق مثل رحمة الخالق سبحانه وتعالى. الرحمة والرضا، رضي الله عنه ورضوا عنه، الله يرضى، الله يرضى ويوصف بالرضا، ولكن والمخلوق أيضا يوصف بالرضا، ولكن فرق بين رضا الخالق ورضا المخلوق. الله يغضب، الله جل وعلا يغضب ويسخط ويمقت ويكره، كل هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، والمخلوق كذلك يغضب ويمقت ويسخط ويكره، لكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. الله جل وعلا له وجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. والمخلوق له وجه، والوجه صفة ذات من صفات الذات، لكن مع الفرق بين وجه الخلق هو وجه الخالق سبحانه وتعالى، لا يشبه هذا هذا. الله جل وعلا له يد، ما خلقت بيدي، له يدان، بل يداه مبسوطتان، له سبحانه وتعالى يدان والمخلوق له يدان، ولكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وهذا باب مضطرد، أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات الأفعال وصفات الذات، وننزهها عن مشابهة صفات المخلوقين. نعم. من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. من رحمة ووجهه، رحمة هذه صفة، صفة ذات، رحمة صفة ذات، ووجهه نعم كذلك صفة ذات، الرحمة والوجه صفة ذات، وهو يرحم بها سبحانه. الرحمة
هي صفة ذات وتكون صفة فعل أيضا، هو يرحم سبحانه وتعالى، فما رحم إلا لأنه ذو رحمة سبحانه وتعالى يرحم بها. والوجه هذا صفة ذات، واليدان ما اليداه منصوطتان صفة ذات، والأصابع كما في الحديث أنه يضع السماوات على أصبع وكذا إلى خمسة أصابع في حديث العباس وغيره، عند قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه، جاء تفسير هذا التفصيل في الحديث إن الله يضع كذا على أصبع وكذا على أصبع وكذا على أصبع ثم يقول أنا الملك أين ملوك الدنيا. فنحن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، أثبت لنفسه الوجه وأثبت لنفسه العينين، قال تعالى ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. وجمع الأعين لأجل مطابقة ضمير الجمع، أعيننا لأن ضمير جمع، فلا يليق أنه يقال بعينينا، المضاف المثنى ما يضاف إلى الجمع، وإنما يضاف إلى الجمع جمع يشاكله ونا هذا ضمير العظمة وليس ضمير الجماعة، إنما هو ضمير العظمة. وجاء في الحديث الصحيح في حديث الدجال إن الدجال أعور ورب، لأن الدجال يدعي أنه هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علامة فارقة، قال ربكم ليس بأعور، الدجال أعور، ربكم ليس بأعور، فدل على إثبات العينين لله سبحانه، لأن الذي ليس له إلا عين واحدة هذا أعور، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الله العور، فدل على أن له عينين سبحانه. لكن جاءت مفردة ولتصنع على عيني ومجموعة تجري بأعيننا مشاكلة للمضاف إليه، إذا أضيفت إلى مفرد أفردت وإذا أضيفت إلى مجموع جمعت، ففيه إثبات العينين لله صفة ذات والمخلوق له عينان، ولكن مع الفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. نعم. من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. نعم، وكل ما ورد بهذا المعنى من الأسماء والصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، فإننا نثبتها لله عز وجل ولا نتوقف فيها، كما توقف فيها أهل الضلال وأهل الجهل بالله عز وجل. نحن نؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء فيهما، نؤمن بذلك ولا نتوقف في الإيمان بما في الكتاب والسنة، وإن خفي علينا علمه فنحن نؤمن به ولو خفي علينا علمه. نعم. ويده وكل ما من نهجه وكل ما هو من هذا النهج، يعني الطريق، كل ما جاء من أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة فسبيلنا الإيمان به من غير اعتراض ومن غير تأويل ومن غير تشبيه. نعم. وعينه وصفة النزول. وعينه عرفنا هذا، عينه هذا بالإفراد كما في قوله